في ظروف خاصة افتتح اليوم البرلمان دورته الخريفية لموسم 2020-2021 بحضور السيد الوزير الأول عبد العزيز جراد وأعضاء الحكومة. استئناف البرلمان لأشغاله قبل شهر من الاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه في الفاتح من نوفمبر جعل من هذه الدورة استثنائية. سبق أن أعلن السيد رئيس الجمهورية تاريخ الاستفتاء حول الدستور من خلال اختيار أول نوفمبر ليؤكد مرة أخرى أن الانطلاقة والإلهام والمرجعية لا يمكن أن تبتعد عن هذا التاريخ الذي صنع مجد الشعب الجزائري وعزته. رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد سليمان شنين أدلى بتصريحات هامة حول مضمون مشاريع القوانين التي ستستجيب لمختلف التحولات التي يشهدها المجتمع على حد تعبيره، كما دعا إلى تقوية الجبهة الداخلية من خلال مشاركة الشعب في الاستفتاء الدستوري القادم. القوانين المنتظرة للعرض في هذه الدورة مشروع التعديل الدستوري الذي سيكون قاعدة أساسية لتعديل كل القوانين الناظمة للعملية السياسية والانتخابية في الجزائر، مثل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات الذي نتمنى أن يكون لبنة أساسية من أجل بناء الجزائر الجديدة. رغم اقتراب موعد الاستفتاء إلا أن البعض يرى أن الحديث عن التعديل الدستوري ما زال مبكرا في انتظار استكمال باقي الإجراءات المقررة. لهذا نشوف أنه الآن الحديث على مشروع تعديل الدستور بصيغته الحالية فيه شيء من التجني على هذا المشروع، لأنه ننتظر الآن أن يمر المشروع مشروع تعديل الدستور الذي سيمر على مجلس الأمة، ومنه تذهب المسودة النهائية لمشروع تعديل الدستور إلى المجلس الشعبي الوطني للنقاش، وبعدها تأتي إلينا في مجلس الأمة أيضا لإذراءها، على أن تذهب مباشرة بعدها إلى يوم الفاتح نوفمبر للاستفتاء الشعبي. إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية للبرلمان لممارسة مهامه الرقابية وتعزيز مركز رئيس الحكومة كان من أهم الخطوط العريضة التي طرحت في المسودة مايو الفارط، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى من المرتقب أن ترسم ملامح الجزائر الجديدة. مشروع تعديل الدستور حاز على اهتمام معظم من حضروا هذه الدورة الاستثنائية. نقاشات جانبية للنواب رأى بعضهم أن الحديث عن الموضوع لا يزال مبكرا في انتظار إكمال باقي الإجراءات. من الجزائر سارة بانا اليوم.